بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. بنواصل تقديم سلسلة المحاضرات الخاصة بالأوتوماتيك كنترول سيستم أو الكلاسيكال كنترول سيستم، أنظمة التحكم. والمحاضرة السابقة اتعرفنا على الكنترول سيستم وشفنا بعض الأمثلة على الكنترول سيستم، وشفنا نوع واحد من الكنترول سيستم وهو خاص بالأوبن لوب كنترول سيستم. احنا ما زلنا في مرحلة الأوفر فيو، وانا ان شاء الله داخل البلاي ليست دي حريص ان انا اكتب بايدي واشرح بايدي، لكن المحاضره الاولى والثانيه والثالثه كده حاجات جاهزه فنشتغلهم مع بعض بعيد عن الايكويشن والماثيماتيكال موديلنج. فما زلنا بنقدم المحاضرات. احنا بشكل ما هنبدا نتكلم على الجارجون والمصطلحات او الكي ووردز الخاصه بالكنترول سيستم ابتداء ان شاء الله من المحاضره بعد القادمه. احنا ما زلنا بنتعرف او بنعمل اوفر فيو او بنبص على البيج بيكتشر، الصورة الكاملة أو الصورة الكبيرة بتاع نظم التحكم المختلفة. بنتكلم على الكلوزد لوب سيستم. الكلوزد لوب سيستم أو أنظمة التحكم المغلقة، النهاردة إن شاء الله هنشوف مزايا أنظمة التحكم المغلقة، الميريتس أوف كلوزد لوب سيستم. ثم هنشوف من الكلوزد لوب حاجتين، في مانيوال كلوزد لوب سيستم بقى الهيومن بقى موجود أو حصل فيه انترفينشن، اللي هو تداخل أو وجود الإنسان أو الأوبريتور داخل في الكلوزد لوب، والاوتوماتيك اللي ما فيش فيها عنصر مين؟ عنصر بشري. وهنشوف امثله على الموضوع ده. الشكل اللي قدام حضراتكم ده طبعا هنشتغل بيه شابتر من الشباتر اللي هنتكلم عليها، هو خاص بالبلوك دايجرام. البلوك دايجرام هو الرسم اللي بنوصف بيه نظم التحكم المختلفه. تملي في الاوبن لوب احنا شفناه وشفنا الشكل بتاعه، ما كانش فيه مسار، المسار ده بيتقال عليه الفيدباك. فيدباك يعني التغذيه العكسيه او التغذيه الراجعه. يعني ايه؟ يعني حضرتك ده الاوتبوت او الكنترولد فاريبل، ده الاوتبوت، ده الاكشوال. والانبوت هنا اتفقنا ان الانبوت ده هو عباره عن انبوت يعبر عن الديزايرد او الريفرنس او السيت بوينت. يعني حضرتك محتاج زي ما قلت قبل كده ان درجه الحراره توصل لقيمه مثلا 22، فحضرتك لما بتضغط على الكيباد الخاصه بالريموت بتاع الاير كونديشننج سيستم وبتضغط على 22، فانت تقصد ان الديزايرد ريسبونس او ان درجة الحرارة بتاع السيستم بتاع التبريد يبقى 22. هنا هتلاقي فيه الانبوت ترانسديوسر اللي هو المحول اللي بيحول الاشارة بتاعة الدخل الى اشارة كهربية تناظر عمل مين؟ تناظر عمل الفالف او تناظر عمل الاكشويتور اللي موجود عند حضرتك. تمام كده؟ يعني لو الكنترولر ده بيستخدم اشارات كهربائيه عشان يشغل فالف معين، فالمفترض الفالف ده اللي بيعدي مثلا الغاز مثلا، فالمفترض ان الاشاره اللي حضرتك طلبتها من هنا هتتحول من خلال الانبوت ترانسديوسر الى اشاره كهربائيه. الاشاره دي ما بتدخلش مباشر على الكنترولر، الاشاره دي هيتم مقارنتها مع مين؟ مع الخارج. اوكي، والخارج ده هحوله برضه عن طريق اوتبوت ترانسديوسر او سنسور. اوكي، وتبدا الاشارتين يتم مقارنتهم مع بعض، وبيديني هنا الايرور او الاكشويتنج سيجنال. دي الاشاره اللي بتدخل على مين؟ على الكنترولر عشان يقدر يكنترول مين؟ يكنترول البروسس او البلانت. طبعا في بعض المصطلحات هتسمعها ولسه معناها الكامل ما وصلش لحضرتك، لكن انا بدي لك اوفر فيو لنظام كنترول كلوزد لوب سيستم، فانتظر عليا واحده واحده بنعرف المصطلحات الخاصه بالكنترول سيستم. تمام كده؟ زي ما قلت ان الاشاره بتاعت حضرتك دي اتحولت الى اشاره كهربائيه، لان الكنترولر هنا احد الكنترولرز المعروفه بيشتغل بالالكتريكال سيجنال، فحضرتك هتعبر عن الحاجه اللي انت عاوزها كاشاره كهربائيه عن طريق الانبوت ترانسديوسر، وتقيس الخارج يا ترى وصل لدرجه الحراره اللي انت عاوزها عن طريق مين برضه؟ عن طريق ترانسديوسر او عن طريق ثيرمستور مثلا او مقاومه حراريه، بحيث ان الاثنين هيتم مقارنتهم ويتم توجيههم الى الكنترولر عشان يقدر يكنترول مين؟ عشان يقدر يكنترول البروسيس. تمام كده يا اخوانا؟ طيب ايه كمان مهم جدا؟ المهم جدا في الموضوع ان الكلوزد لوب سيستم من ضمن مزاياه، اوكي، بيعمل ايه بقى؟ بيعمل حاجتين مهمين جدا. اول حاجه ان هو مش سنسيتيف قوي للديستربنس، مش حساس قوي للديستربنس اللي موجوده، سواء ديستربنس 1 او ديستربنس 2. بعض الديستربنسز بتبقى خاصه بالميجرمنت، وبعض الحاجات خاصه بالبروسيس نفسها، وبعض الحاجات خاصه بالانفايرمنت. وفي نفس الوقت قدره مين بقى؟ قدره الكلوزد لوب سيستم
ان يكوريكت الخارج بتاعه بشكل كويس. ليه؟ لان الاشاره اللي حضرتك طلبتها بيتم مقارنتها بالحاله بتاعت الفيدباك. انت طلبت درجه الحراره تكون بشيء معين، طلبت السبيد يكون بشكل معين، والله وبترجع تقيس تاني عشان تشوف يا ترى الاكشوال هو نفس الديزايرد ولا لا. وان كان في بينهم ايرور، الايرور ده بيعمل اكشويتنج عن طريق الكنترولر عشان يغير من حاله مين، من حاله البروسيس. زي ما قلنا ان الكلوزد لوب سيستم بيكمبنسيت، بيعوض الديستربنس عن طريق ان هو بيقيس الاوتبوت ريسبونس زي ما اتفقنا، وبيعمل فيدنج للميجرمنت ده من خلال الفيدباك. بس الفيدباك ده اللي هو ده اسمه الفيدباك، اوكي، وبيبدا يقارن الكلام ده، اوكي، مع مين؟ بيبدا يقارن الريسبونس اللي هو خارج النظام مع الانبوت او اشاره الانبوت اللي كانت موجوده. والله لو كان حصل فيه ديفرنس ما بين الاثنين هيبدا السيستم يدرايف مين، يدرايف البلانت او يشغل البلانت بشكل ما من خلال الاكشويتنج مين، من خلال اكشويتنج سيجنال عشان يقدر يعمل ايه، يقدر يعمل كوركشن. والله لو ما كانش فيه ديفرنس بين الاثنين السيستم بتاعك مش هيحرك البلانت، هيسيب البلانت زي ما هو، مش هياثر عليه بشكل ما، ويبدا الريسبونس بتاعك يثبت عند مين، عند الديزايرد ريسبونس. من اهم مزايا الكلوزد لوب سيستم، اهم المزايا زي ما قلنا اللي هو الجريتر اكيوريسي، عنده دقه عاليه جدا لان السيستم بيقدر يعوض الكلام ده. سيستم كمان ليس سنسيتيف، اقل حساسيه للنويز والديستربنس وللتغيرات اللي بتتم في البيئه اللي حضرتك فيها. كمان الترانزنت ريسبونس اللي سمعنا عنه اللي هو الاستجابه في اللحظات العابره او اللحظات المؤقته، ترانزنت ريسبونس، وفي خلال الستيل ستيت ايرور تقدر من خلال الكلوزد لوب سيستم تتحكم فيهم بشكل كويس، وان كان ابسطهم من خلال بس ان انت تحط امبليفيكيشن او تحط جين او تحط اوب امب عشان تقدر تعمل سيمبل ادجستمنت، تمام كده، او في اصعبهم عن طريق ان انت تعمل ريديزاين لمين، ريديزاين للكنترولر. طبعا من ضمن مشاكل الكلوزد لوب حضرتك بتطلب اكيوريسي عاليه، الاوبن لوب مفيش فيه اكيوريسي عاليه. عشان تطلب اكيوريسي عاليه في مرحله الترانزنت وفي مرحله الستيل ستيت فانت عاوز اكيوريسي عاليه، وبالتالي الاكيوريسي دي هتتطلب ان انت تدفع اكتر، وبالتالي السيستم بتاعك يبقى مور كومبلكس اند ايه، اند اكسبنسيف. فالموضوع المفترض تحطه في الاعتبار، تعمل كومبرومايز او موائمه بين متطلباتك، سيستم بسيط او البروسيس بتاعتك بسيطه بتاعت الكنترول، ما انتش محتاج قوي الكلوزد لوب سيستم، تمام، وبالتالي التكلفه بتاعتك هتكون قليله. لكن لو انت طالب سيستم اداؤه اعلى، كفاءته اعلى، يبقى انت المفترض هتدفع فلوس عشان تخلي السيستم بتاعك مور كومبلكس، وبالتالي السيستم ماله، السيستم هيتكلف. ده الكلوزد لوب سيستم، مثال بسيط خالص. وكنت بضرب المثال ده في فيلم شيء من الخوف، لما كانت شادية بتفتح الهويس، حاجة شايفها كده. السيستم ده مانيوال، لان زي ما حضرتك شايف شادية بقى او شايف الاوبريتر هنا قاعد بيفتح الفالف، وقاعد عينه على الهايت او الليفل بتاع مين، بتاع التاك، اوكي، وبالتالي ده الفلويد انبوت. يبدأ الشخص ده اللي هو الكنترولر او الاوبريتر قاعد يبص على الهايت، مجرد ما يقرب منه تبدا ايده تحرك ده واحده واحده، كل ما بنقرب مين من الديزايرد هايت يبدا يقلل ده واحده واحده، اوكي، عشان يظبط مين، عشان يظبط الهايت بتاع الليفل. ده اسمه مانوال كلوزد لوب سيستم. طيب ده شكل البلوك دايجرام، ده الشكل اللي هيتم التعبير بيه عن اي نظام تحكم في خلال الكورس بتاعنا. ده شكل البلوك دايجرام. هتيجي تلاقي حضرتك ان عندك ديزايرد فلويد اوت، ده اللي حضرتك محتاجه، وبعدين ده الكنترولر اللي هو عن طريق مين، عن طريق الفالف، وده البروسيس اللي هي عباره عن التانك، وده الفلويد اوت، اوكي. وبناء على ده حضرتك تقدر، انت يهمك قوي الفلويد اوت، اوكي، يهمك هنا الفلويد اوت ان انت تتحكم في الخارج، اوكي، ما بيهمكش الليفل قوي، فبتبص على مين، على الفلويد اوت، ده الفلويد اوت. ويبدا نقيس الفلويد اوت عن طريق طبعا ميجرمنت، عن طريق ميتر، والكلام ده بيتم عن طريق الفيجوال انسبكشن، يعني ممكن ما يبقاش بقيس طبعا، بس مش بسنسور، بقيس عن طريق الاوبريتور لان ده مانيوال.
ويبدأ مقارنة ده بده عشان يديك مين، عشان يديك الخطأ، وعن طريق الخطأ بعمل أقدر أعمل درايف للفالف بشكل معين عشان يأثر على مين، على وضع البروسس. ده من ضمن الحاجات اللي كنت بتكلم فيها في الروتيتنج ديسك سبيد كنترول. زي ما شفنا في الاوبن لوب كنت بتحكم في سرعه الموتور عن طريق ان انا عن طريق بوتنشوميتر راكب مع بطاريه، وابدا عن طريقه ان انا ادي جهد معين للدي سي موتور، يبدا الدي سي موتور بتاعي يتحرك بشكل ما او يدي باور بشكل ما عشان يحرك مين، عشان يحرك الروتيتنج ديسك عن طريق الموتور. والله لو حضرتك حابب ان انت تدور ده بسرعه معينه كام ريفوليوشن بير مينت، تقدر عن طريق ديفايس اوكي او سنسور اسمه تاكوميتر. التاكوميتر ده زي اللي موجود في عربيه حضرتك او العربيه اللي انت بتركبها، هتلاقي المؤشر بيبين لك سرعه العربيه. فالوقتي حضرتك عن طريق البطاريه طلبت ان انت تدور الموتور بسرعه معينه، يبقى انت قلت انا سرعه معينه، مين اللي هيعبر عن السرعه دي؟ حركه السلايدر او المؤشر ده على المقاومه المتغيره هياخد مقدار من جهد البطاريه، المقدار ده هو اللي بيعمل درايف لسرعه الموتور. والله لما الموتور بيدور روتيتنج ديسك عن طريق التاكوميتر بتعرف السرعه بكام. التاكوميتر ده بيحول السرعه الى مقدار من الجهد، يتم مقارنته مع الجهد اللي حضرتك عاوزه. والله في حاله وجود الايرور ده هيعمل امبليفيكيشن عشان تقدر تكبر اشاره الايرور اللي طالعه دي، عشان تقدر تدور الموتور بالسرعه المطلوبه. تمام كده، ده نفس الكلام، وده شكل البلوك دايجرام بتاع السيستم. ده الديزايرد سبيد اتفقنا عن طريق الفولت، ده يبقى الحركه اللي حضرتك هتعملها هنا معناه ان دور لي مثلا، حركت مثلا لنص المسافه ربع المسافه، الحركه اللي انت بتعملها دي هتناظر ان انت بتدخل فولت، هذا الفولت، والموتور نفسه بيتحرك، فالتاكوميتر هيديك فولت. يتم مقارنه الاثنين مع بعض، ان كان في ايرور ما بين الديزايرد والاكشوال هيدخل على الكنترولر بيعمل له امبليفيكيشن ويقدر يوصله للدي سي موتور. اوكي، عن طريق الدي سي موتور يبدا الديسك بتاعك بيتحرك ويتم الموضوع الى ان يصبح الايرور بكام، بصفر. ده شكل الديش ووشر اللي شفناه المحاضره اللي فاتت لما كان اوبن لوب سيستم. اتفقنا ان الديش ووشر كان شغال بتايمر وما كانش فيه كنترول على التايمر، فيبدا لو انت قلت له اشتغل نص ساعة هيفضل يشتغل نص ساعة بغض النظر عن الاطباق شغالة ولا نظيفة ولا مش نظيفة. تمام، طبعا بغض النظر او بفصل النظر او بدون النظر، الناس بقى النحويين يقولوا لنا الفرق ما بينهم ايه. يبقى الديزايرد ده الاشارة اللي هتعبر لك عن المدة اللي انت محتاجها، ديزايرد كلين. يبدا الكنترولر بيجيب الايرور ما بين السنسور اللي بيقيس نظافه الاطباق، وبالتالي بيدخل على كنترولر يتحكم في مين، في التايمر. يبقى الادجاستنج بتاع التايمر او التويكينج بتاع التايمر، التايمر يشتغل مده قد ايه، هيصبح ان التايمر بيشتغل بمده تتكافئ او تتناسب مع كميه الاتربه والاوساخ اللي موجوده على مين، والدهون اللي موجوده على الاطباق. نفس الكلام من اشهر الامثله في الكنترول سيستم الليكويد ليفل كنترول، وده مثال بسيط لحاجه اسمها اون اوف كنترول. اون اوف كنترول يعني ايه؟ الفالف ده يا اما اون يا اما اوف. طبعا دي فلوت عوامه، وده تانك عامل زي السيفون كده اوكي، وده الاتش. الكيو ان اللي هو الفلو ريت بتاع التانك، التانك بتملى، اول ما التانك يتملى هتقوم العوامه دي تعمل ايه؟ ها، تمام، العوامه دي هتعمل ايه؟ طول ما هي تحت موجود في مكان معين، كل اللي هتعمله اوكي ان هي اول ما يتملى العوامه هترفع مين؟ هترفع المفتاح ده. اول ما ترفع المفتاح ده فصلت، ايه اللي حصل؟ هنا ده عباره عن سولونويد، والسولونويد ده عباره عن كويل جواه قلب معدني، وده بيتحرك ان هو بيحول الكهرباء الى موفمنت، حركه. وبص عليها اعتقد قاعده فليمنج لليد اليمنى، عشان القلب المعدني ده يا اما يتحرك لفوق او لتحت، وده اللي هيقفل الفالف، ده عباره عن فالف محبس اوكي. وبالتالي ده لما اترفع اوكي، ده لما اترفع معناه ان ده بشكل ما القلب المعدني قفل كده، مفيش فلو داخل عشان التانك ما يحصلش فيه اوفر فلو او يمتلئ. اول ما الفلوت او دي تتفتح اوكي، الفالف ده يتفتح، فالف الخارج، يبدا الليفل يقل، تبدا العوامه تنزل، ولما تنزل تاخد المفتاح دي وهي نازله. المفتاح ده لما بينزل بيوصل الدايره، اول ما يتصل بالدايره
ايه اللي هيحصل بقى يا اخوانا؟ هيبدا القلب المعدني ده يتحرك، يتحرك لفوق، يفتح الفالف، تبدا الكيو ان تملى مين؟ تملى التانك. لما تبص على السيستم ده في سيستم ابسط منه، هذا السيستم الابسط منه. ده شكل البلوك دايجرام بتاع السيستم، ده الكنترولر اللي هو العوامه، ده الفلوت، والعوامه دي بتشتغل بناء على مين بقى؟ على الديزايرد ووتر ليفل، مع مين؟ مع الاكشوال ووتر ليفل. وبعدين الكنترولر بتاعك يا اما بيفتح الفالف او بيقفل الفالف، وده التانك بتاع حضرتك. الكلام ده كان بشكل ما اون اوف كنترول، يقدر الكلام ده تتحكم في الاتش عن طريق بقى الموضوع كله اوتوميتد. ده سنسور حساس بيقيس الليفل بالفعل، قيمته كام بالفعل، وبناء على الكنترولر يقدر الكنترولر من خلاله تغذيه انت محتاج اتش بكام او الديزايرد ليفل بكام، ومن خلاله يبدا الكنترول يدي اشاره للاكشويتر عشان يفتح الفالف قد ايه، فتحه قدرها قد ايه، تمام كده، وبيتحكم فيه الاكشويتر اللي موجود. في الفيلوستي كنترول سيستم ده زي ما قلنا عن طريق الدي سي موتور، وده التاكوميتر، اوكي، وده الرمز اللي قدام حضرتك ده خاص بالاوب امب او الاوبريشنال امبليفاير. ده عن طريق البوتنشيومتر، عن طريق السلايدر ده هتبدا تاخد فولت من البطاريه دي، بيعبر عن قد ايه انت محتاج القرص بتاعك ده يلف بسرعه قدرها ايه. وعن طريق التاكوميتر بتقيس السرعه الفعليه، ويتم مقارنتهم ويدخل على الدي سي موتور عشان يتحرك بشكل ما. ده شكل البلوك دايجرام بتاع السيستم، ده عن طريق البوتنشيومتر، لان حضرتك مع الحركه دي بتاخد فراكشن او بتاخد جزء من البطاريه. الفراكشن ده كانك ضربت في كونستانت، يبقى الديزايرد سبيد مضروبه في دي 1، اوكي، عشان تطلع الريفرنس سيجنال اللي هي مين؟ اللي هي الار. بعد كده دي الاكشوال سبيد هتاخدها عن طريق التاكوميتر، اوكي، بقى مقدار من الفولت. دول الاثنين بيتطرحوا من بعض واتضربوا في كي 3 اللي هو الخاص بالديفرنشال امبليفاير اللي هو ده، وده الموتور اند لود. ده اللي هنشوفه قدام حضرتك ده عباره عن حاجه اسمها ترانسفير فانكشن. ترانسفير فانكشن، اكتب المصطلحات دي ورايا. الترانسفير فانكشن دي الداله اللي بتوصف السيستم، ترانسفير فانكشن، او السب سيستم اللي موجود اللي هو خاص بمين بقى؟ خاص بالدي سي موتور. طب الكلام ده جبناه ازاي؟ دي معادله، والمعادله دي جت منين؟ ده معادله في الاس دومين. يعني ايه اس دومين؟ هنعرف حاجه اسمها لابلاس ترانسفورم، هو اللي يمكنني من تحويل المعادلات التفاضليه وبيحلها وبيعمل ترانسفورم كده، بيحول من التايم دومين الى الاس دومين. اللي اقصده ان دي عباره عن الترانسفير فانكشن بتاعت مين؟ بتاعت الموتور. وبالتالي السيستم اللي كان موجود عندك فيزيكال اتحول الى ماثيماتيكال ايكويشن، بقى مجموعه من البارامتر. مثال تاني للتمبريتشر كنترول، والتمبريتشر كنترول ده من اشهر الحاجات اللي موجوده في مصانع الكيماويات، اوكي، وزي ما حضرتك شايف كده دي شامبر، اوكي، غرفه، والغرفه دي انت بتحافظ على درجه الحراره فيها بشكل معين، فحضرتك عاوز تعمل كنترول على التمبريتشر. طب التمبريتشر اكيد طالما هعمل كنترول عليه المفروض ان اقيسه، هتقيس التمبريتشر، بقيسه عن طريق مين؟ عن طريق سنسور اسمه ثيرموكابل، او الازدواج الحراري او المزدوج الحراري. الثيرموكابل ده لما يقيس هيضرب طبعا، لان الثيرموكابل ده بتتكلم في مايكرو فولت او ملي فولت على اقصى تقدير، على حسب الثيرموكابل ده نوعه ايه، تقدر تروح تبص عليه برضه، لان انت محتاج جزء من الميجرمنت وانت قاعد تسمع كنترول. بعد ما خدت الثيرموكابل هروح اعمل امبليفيكيشن، لان اشارته صغيره جدا، عملت له تكبير وقارنته مع السلايدر اللي هيديني مقدار الجهد اللي انا عاوزه او الديزايرد سيجنال الخاصه بقد ايه انت محتاج درجه حراره. يبقى الديسبليسمنت اللي هتعملها هنا اللي هو الاوبريتور بيعملها عشان يظبط درجه الحراره على درجه معينه، وده محتاج كاليبريشن، محتاج معايره، هتتحول الى فولت، يتم مقارنته بخارج الثيرموكابل اللي هو برضه فولت. في الاخر بيدخل على امبليفاير بيكبر، وبعد كده بيخش على دايره بسيطه خالص على السولونويد عشان يقدر يتحكم في القلب المعدني اللي موجود هنا، عشان القلب المعدني ده يقدر يفتح الفالف او يقفله، يفتح المحبس ده ويقفله. طب هو بيفتح المحبس ليه او بيقفله؟ لان المحبس ده داخل حاجه فيها اسمها الستيم اللي هو مين؟ اللي هو الغاز. وعن طريق الغاز انا بتحكم في مين؟ بتحكم في الاشعال،
اوكي، وبالتالي بتحكم في مين؟ في درجة الحرارة. يبقى انا عندي الغرفة دي اللي بتحكم فيها في مين؟ بدرجة الحرارة، وده مسار الفيدباك بتاع مين؟ بتاع السيستم. الكلام اللي حضرتك شايفه قدامك ده تحويله البلوك دايجرام بتاعته، ده الديزاير تمبريتشر عن طريق البوتنشوميتر اتحول الى فولت، وده خارج الحراره اللي طالع من الشامبر اتقاس عن طريق الثيرموكابل، تم مقارنتهم اتضرب في الامبليفاير اللي موجود، ثم دخل على دايره كهربيه ار ال سيركت او ار ال ار ال سيركت هيديك كارنت. الكارنت ده المفروض ان هو لما بضربه بناء على شده التيار هيبقى بيدي لك ديسبليسمنت خاص بحركة القلب المعدني اللي هي الاكس، ثم الاكس بتتناسب مع مين؟ مع الكيو، لان على حسب حركة الاكس هنا كمية البخار، عفوا كمية الغاز اللي داخل الاشعال اللي هي كيو، وكيو بتاعتك بتتناسب مع مين؟ مع الواي بتاع التمبراتشر. هو ده البلوك دايجرام. برضو من ضمن الحاجات اللذيذة جدا اللي هو الكار سسبنشن سيستم، ودي من ضمن الحاجات المهمة جدا. كان ليا موقف وانا صغير، كنت رايح السوق في المركز اللي جنبنا، واحد الجيران ركبت معاه العربية اللي هي التراكتور، اللي هي العربية اللي هي بتاعت الجرار الزراعي. فانا راكب، حضراتكم عارفين العجلة بتاعتها ضخمة جدا، والعجلة بتاعتها تحس ان السيستم مش ستيبل يعني، وانت بقى لسه عيل صغير وراكب ومتبهدل، والعربية يعني بتقفز لفوق ولتحت، تحس انها بتتخلع من نفسها كده. فكذلك الحال، احيانا بترجع بعربية اليوم النهاردة وحاطط جنبك مشروب ولا حاجة، وبتاكل مطب ولا بتحس ان انت اكلت مطب، على حسب طبعا رفاهية العربية اللي حضرتك راكبها، وعلى حسب يا ترى انت من الشعبويين امثالي ولا من الاقطاعيين الكبار اللي عندهم العربيات. تمام كده؟ النظام المساعدين بتاع العربيه، اوكي، نظام المساعدين ده كنترول سيستم. حضرتك احيانا بتاكل مطب وتحس ان العربيه البيبان اتخلعت منها، واحيانا وانت راكب عربيه ما بتحسش بحاجه خالص. ده هو عباره عن الكار سسبنشن سيستم او نظام المساعدين، وده عباره عن سبرينج ودمبر. سبرينج ومين؟ سبرينج ودمبر محطوط بشكل ما، وده بيتعمل له ماثيماتيكال موديل عشان تقدر في الاخر تمتص مين؟ تمتص الصدمه الرئيسيه اللي جت لك نتيجه مين؟ نتيجه المطب. من ضمن الحاجات برضو اللي موجوده النهارده اللي هي البيرسونال ترانسبورتر، اوكي، وده عامل زي السكوتر كده، الشكل بتاعه قدام حضرتك اللي بنركب عليه، ومن خلال مجموعه من الجايروسكوبيك سنسور اللي بتحس بالاتجاه. والله لو انت واقف وملت شويه ناحيه قدام فانت كده بتزود السرعه، ملت قوي فانت بتزود السرعه جدا، وقفت وثابت يبقى السرعه ثابته، اوكي، ضغطت بشكل ما يبقى انت بتفرم للسرعه بتاعتك، اوكي. ده عباره عن مين؟ عباره عن نظام كنترول مهم جدا. يبقى النهاردة قفلنا موضوع الكلوزد لوب كنترول سيستم، شفنا المحاضرة دي والمحاضرة السابقة مقدمة للكنترول سيستم، شفنا أمثلة كتير جدا للكنترول سيستم، فهمنا أو سمعنا عن البلوك دايجرام، سمعنا عن الكنترول دي سيجنال، سمعنا عن الريسبونس، سمعنا عن الأوبن لوب والكلوزد لوب، وعرفنا الفرق ما بينهم، عرفنا يعني إيه ترانسفير فانكشن، عرفنا يعني إيه بشكل ما كنترولر، عرفنا بعض المكونات بتاعة السيستم، وعرفنا مزايا الكلوزد لوب والأوبن لوب، وشفنا الكنترول في التمبريتشر، شفنا الكنترول في السبيد. ان شاء الله المحاضره القادمه هنبدا نتكلم على مثال فيزيكال قدامنا، اعتقد ان شاء الله هيكون حاجه اسمها انفيرتد بندلم، وده موجود عند حضراتكم في الناس بقى اللي عندها الساعه الكبيره اللي هي الساعه بالبندول. هنشوف النظام ده كفيزيكال سيستم ونقدر نحوله الى معادلات رياضيه. طبعا انا مش هشرح لك ازاي بشكل ما، او المفترض تخلص المحاضره وتعرف تحول ازاي، هتعرف على المدى ان شاء الله، لكن في الاخر الفيزيكال موديل اتحول الى ماثيماتيكال ايكويشن، الماثيماتيكال ايكويشن بنيت الموديل بيه، وشفت الريسبونس بتاع السيستم، وشفت البندول وهو بيتحرك. بعد كده ان شاء الله هنبدا ناخد المنهج بتاعنا شابتر بي شابتر. اتمنى ان نسمع من حضراتكم ان شاء الله. زي ما قلنا الترند بتاعنا ان شاء الله ان احنا هنشتغل هاند ريتن للناس من خلال المعادلات، وتبدا المحاضرات اوضح واسهل في المرات القادمه. انا زي ما قلت بحب اشتغل بالبيج بيكتشر، بص على السيستم من فوق الاول، تفهم بالظبط انت رايح فين، نبدا ناخد كل كومبوننت على حده ودوره ايه في السيستم. شكرا جزيلا لحضراتكم، ونلتقي بكم في محاضره قادمه، ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.